صباح الخير يا عدوله. صباح النور. هلا حبيبي. هلا والله. نسلم الحز ما تقعد نسلم. ايش قاعدك الحز؟ انا مش قاعد. ايش قاعدك؟ انا مشغل الاباجوره عشان ما تطزعجك. قاعد باشلون تاكس الناس تقعد الحز. ايش دخلك انت بانا قاعد شيك سابي شاي؟ طلبت منك شاي انا. يلا ادلف عود. شلف. ايش تبي يا ابو هاش؟ يلا فطر. ايش تبي؟ مالك فطر؟ يلا انقلع. ايش ما طرد؟ انا بطلع بنفسي. ترى الثاني ولا ما طرد الثاني؟ طرد. نعم شلون يعني؟ تعال نجي على التحدي المسألة. ايش تحدي وبش فيك انت ابلح عود؟ شابله ما البال هلا انت اللي تقعد العز. الناس تنام ما تقعد العز وتبلعك الجدول. ايش دخلك يا بش اللي اسكت؟ اطلع. ايش تبي انت؟ شيك شيك اللي مضايقك؟ اللي مضايقك انت الموضوع؟ ايش قاعدك الحز؟ الناس تنام. الناس تنام الحز. الناس اي انا قاعد. اي انا قاعد. اطلع برا. عاد ان كان كنت ما تعرف النظام الصحي. انا اعلمك النظام الصحي. اي علمني. تعلمك. يلا ابوي تعلمك. يلا تعال. يلا دوس خلنا نتكلم. يلا تكلم. النظام الصحي انك تنام في الليل بدري. ايه. وتقعد النهار بدري. هذا النظام الصحيح. نعم. هذا النظام. تورك المصايب اللي قعدت الحز مصايب والمشاكل تجي من وراك. راح انام احسن لك ولا ترى مطرود؟ خلاني مطرود يبا انا ما فيني النوم. انقلع. اشوف لي شاي واكل عاشي ولا شاي حسبك معاي؟ لا يبا راح ما ابي. راح انقلع. ما تبي شاي كلش؟ راح. ان شاء الله ان شاء الله يبا. توصي شاي حبيبي؟ لا ما ابي شاي. راح. حياك الله يا حبيبي. حياك. عادل حسبك بعصير ولا شاي ولا شنو؟ ودي حسباني بعصير. ودي تبي عصير؟ اي جوز عصير. شو العصير اللي تبيه؟ اي شيء. تفاح مع برتقال ان شاء الله يا اي شيء ان شاء الله يا حبيبي. عادل عصير تبي بارد ولا حر؟ بل ها كدي ايش بارد عشان برد على القلب بزرزح. ابشر يا حبيبي. ابشر يا قلبي. ابشر حبيبي. عادل نسيت شغله بس. كم واحد اجيب لك عصير؟ واحد تابي عصير كم؟ اللي يجيبك واحد اثنين ثلاثة خمسة سبعة. اللي يجيبك غير بركة. استاهل والله. لو تبي عشرة بعد عمري. تسلم. عشرة حبيبي بعد عمري. ايش عندك بعد واقف؟ يلا راح. نعم. تبي فلوس ما تستحي؟ هي انت تبي عصير بجي العصير. صح نكسف. انقلع انقلع. وين شفتك ما طلت؟ انا حشيت رجولة. راح. ما تبي عصير؟ والله مشكلة يا جماعة.